بتويتر جلاند أو ما تسمى هايبوفيسيز هي واحدة من الغدد الصماء بتتصل البتويتر جلاند بالهايبوثالاموس عن طريق الإنفانديبلم، واللي هو عبارة عن ساق ضعيف يقع بين الأوبتيك كيازم والماميلاري باديز. البتويتر جلاند تقع داخل السيلا تيرسيكا في قاعدة البرين، وهذا المكان المحصن يوحي بمدى أهمية الغدة النخامية. أحيانا بيطلق عليها The Master Gland لأنها بتتحكم وتنظم وظائف العديد من الغدد الأخرى من خلال عمل 6 أنواع رئيسية من هرموناتها. الهايبوثالاموس بيرسل إشارات للبتويتر جلاند لكي يحفز أو يمنع إنتاج الهرمونات. يمكن تقسيم الغدة النخامية إلى anterior loop ويسمى adenohypophysis، و posterior loop ويسمى neurohypophysis. الـ anterior loop بيصنع ويفرز 6 هرمونات، وهم الجروث هرمون واللي اختصاره GH، والبرولاكتين واللي هو اختصاره BRL، والفوليكل ستيمولاتينج هرمون اللي اختصاره FSH، واللوتينايزينج هرمون اللي اختصاره LH، والأدينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي هو اختصاره ACTH، والثيرويد ستيمولاتينج هرمون اللي هو اختصاره TSH. الست هرمونات بيساعدوا في تنظيم وظائف الغدد الصماء الأخرى والتي تؤثر على الجروث والبلاد بريجر والميتابوليزم والتمبريتشر ريجوليشن والريبرودكتيف جلاندس والاستجابة للستريس. البوستيرير لوب مش بيصنع هرمونات بصورة مباشرة، ولكنه بيفرز هرمونين بيتم تصنيعهم داخل الهايبوثالاموس، وهما الانتي دايروتيك هرمون اللي اختصاره ADH والمعروف باسم فازوبريزين، والهرمون الثاني وهو الاوكسيتوسين.